رمضان كريم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في برنامجنا برنامج الموصل يا جماعتنا. طبعا بحلقتنا هذا اليوم راح يكون معانا الشيف فلاح حتى يطبخ لنا اطباق مميزه لهذا اليوم. بالبدايه رمضان كريم علينا وعليكم. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. اطباقنا هذا اليوم الطبق الاساس الرئيسي يكون الطاجن اللحم، شكل اللحم او فاكهه اللحم تكون مشكله من حبل الظهر المعلاه، بيض الغنم والتلاوي الغنم اصلا وقلب الغنم هم نفس الكلام. تمام. شوربه كريمه اللي تتكون من الزبد وزيت والدجاج والنشا، وعندنا زلطه البيروتيه. تمام. هاي اذا راح تعملها ما تحتاج معها بعد اشياء لو اي بصل. بصل معها وزيتيه. تمام. اولا خليه الدسم قدر الله. تمام. الزيت ايش قد تخلي زيت تقريبا؟ مقدار نص استكان. تمام. واختي عن ما ينحمي الزيت. ايش قد يطلع وزن هذا كله يعني؟ والله هذا يعني راح اكون اشتغل على قد قدر اربع اشخاص. تمام. و يعني يبقى من الكميه. اولا نقطع البصل. كم حبه بصل تحتاج؟ حبتين من البصل. يعني مربعات تشكل تكون؟ ايه مربعات يعني مو صغيره، متوسط الحجم يعني لا نعمي ولا خصمي التغم مالته. صح. اول شيء يعني البصل تقلينه ولا ايه؟ تخلي البصل. بصل بعدين يعني القلي مالته لازم يكون هالشكل، يكون لونه على سواد لو ذهبي عادي؟ لا لا وسط وسط، بس مجرد يكون احمرار. يعني بهذا الشكل لازم يكون حجم البصل يحمى الزيت وتخلينه البصل يحمى الزيت حامي. يعني حبتين بصل لمقدار اربع اشخاص يعني؟ اربع اشخاص صحيح. هسه نقوم بتقطيع اللحم. هذا يكون عندنا حبل الظهر. هذا حبل الظهر. تمام. يكون التقطيع يعني متساوي على كل اللحم يعني الموجوده. وسط اي اي نعم. لا لا مربعات وسط. يعني كلتهم راح يتقصقصون على هذا الحجم. اي اي هذا الحجم. كان يعني معلاه او بيض غنم او تلاوي. يعني بعد ما ينقلي شوية البصل انت مباشرة تخلي اللحم؟ نضيف اللحوم عليه. تمام. كاملة. هاي الاكل سوري مصلاوي ايش هاي؟ لا لا هاي اكل ابتكار جديد يعني موجود من زمان لكن ما تناسبت على اي يعني اهل الموصل يعملوها كثير هاي الاكل. اي اي يعني تقريبا مثل شلون نقول القليه
شبه مشابهه للقليه، مشابهه للقليه لكن يكون بها مشكل اللحم، يعني هي القليه تكون بس لحم وطرف، لكن هاي لا مشكل اللحم، يعني مشكل اللحم، فسميناها تسمى فاكهه اللحم او اللحم المشكل يعني. بس تكون مشابهه للقليه، مشابهه شو القليه. هاي النوعيه الثانيه هذا يكون القلب، قلب الخروف هم نفس الحجم القصقصه؟ اي نفس الحجم يكون، شنو هاي الزوائد اللي يعني من كل شيء تاخذ شيء بسيط، لان راح نعمل اربع اشخاص يعني، هي مجرد اربع اشخاص صحيح. كلهم يستوون سوا لو منهم يطول اكثر من اللي راح ننتظرهم كلهم؟ لا لا تقريبا كلهم سوا يستوون، يعني كلهم لحوم واحده يعني ما بيها يختلف شيء عنها. تخلي له توابل يعني بس ملح لو بعض اشياء؟ الملح والفلفل فقط. ملح وفلفل. اللي يريد يخليها حاد يعني هم يعني حسب يعطوني يخلوها يكون اذا كان سبايس يعني ايه حسب الرغبه، لكن هو الفلفل بحد ذاته راح يكون ينطي يعني نكهه، يعملها حاد يخلي شويه كميه اكثر من الفلفل، الفلفل راح ينطي نكهه وينطي ايضا حداديه. تقريبا نفس الخلطه مال الشواء اللي متعارف عليها برمضان، الشوي اي نفسها نفسها لكن بدون كباب. نوعيه ثانيه هاي طبق، اي هاي طبق تكون، اي طبق تكون. يعني هذا الطبق ما يدخل له طغاف شحم شيء له بس اهم حسب الرغبه، لكن هو لان راح يكون بينه زيت وهاي المواد كثيره دسمه راح تصير، يعني اذا خلينا الطرف راح يكون دسم يعني اكثر من اللازم، اكثر من اللازم يعني. اي يعني راح يكون بنفس المكان زيت اللحم مال الموني بنفس المكان تنزل. كلهم تخلطهم سوا؟ اي عادي كلهم سوا، خلني موني عفوا. لان كلهم يعني راح ينخلطون ببعض، كلهم ينخلطون اي، لكن هذه زيت مره واحده على تمام مع البصل. ملعقة مربعات اللي يريد يكثر يعني من شيء، من مثلا يريدون حب الظاهر يكثرون اكثر يخلون من هذا اكثر حسب ما يرغب البيت، حسب ما البيت اذا ما كان اكو اي اكله موجوده، هي مجرد تشكيله يعني اللحم المشكل كله تكون بطاجن. إذا ما كان متوفر نوع واحد من اللحم يعني عادي تكمل كلش عادي، لكن النكهة تقل يعني كل يعني أي قطعة من الموجودة تنطي نكهة خاصة بها، يعني الأحسن إنه كلهم لازم يكونوا موجودين. إذا كلهم موجودين تبقى كل شيء كمل شيء طعم ايه صح صحيح صحيح كلهم، يعني كل واحد من هذول لها طعم شكل. كلهم يعني لازم يكونون على نفس الحجم ونفس الشكل مالتها. صح. يعني شيف بدا يعني يستغل لون مالته تكرمل؟
على ذهبي تقريبا، بس بعد ينغاد شوية. يعني لازم يكون على هذا الشكل؟ اي يتكرمل. هاي كمية الكمية. وصلت كرمل بالطريقة هاي على هذا الشكل. على هذا الشكل وضع النحل. وخلطهم مع البصل اللي شوية. صحيح. هسه نضع قليل من الملح. ملح حسب الرغبة اللي يريد يعني. كلها حسب الرغبة. التوابل ذكرناها انه التوابل تكون توابل بالملح. يعني بس ملح وفلفل لو اكو بعض اشياء اللي يحب يضيفها. هي كأساس الأكلة أنه ملح وفلفل وخلاص. يعني عند العطاغين يعني أكو بعض طعمات يعني يريدون يخلوها مثلا يعني بس كأساس الملح وفلفل. أي. مشاهدينا الكرام، وناخذ فاصل قصير نكمل الطبق الاول اللي هو طاجن فواكه اللحم، فكونوا معنا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وبعد هذا الفاصل نكمل اطباقنا لهذا اليوم. شيف ايش بقى لنا حاليا؟ والله الطبق الرئيسي ان شاء الله كامل. احنا خليناه على النار. طبعا هي المواد زتت ميها، لكن اذا تحبون تخلون مي بعد ونضيفوا بعض من المي عليها. يعني اللي يريد يخلي مي بعد يخلي. اي يحبوا يخلي المي. يعني ما يريدون كل يشرب فقط مره خلوا له مي. هسه قليل من الفلفل الاسود. ونقلنا الفلفل الاسود هم حسب الرغبه. حسب تمام. حسب التوابل اللي تحبن. تقريبا استوت. تقريبا استوت، طبعا ضفنا له قليل من الماء احنا. حتى الماء حسب يعني. ينطي الماء ينطي نكهة طيب. تمام. هسا نكمل الطبق الطبق الثاني؟ الطبق الثاني اللي هو الشوربة. نحاول هنا. مكونات اللي راح تخليها بهذا الطبق. مكونات الشوربة اليوم شوربة الدجاج. الدجاج. ايه اللي هي يكون زبد قليل من الزيت. زبد. الدجاج وفطر ونشا. نشا تمام. يعني تخلي الزبد بدل عن الزيت. نضع قليل من الزيت حتى لا يكون. يعني الزبد اذا وحده يشتغل. اه يعني ما يستغل وحده. ما شاء الله. يعني يضيفون زيت بس شويه كميه اقل. يعني زيت ايه. حليب هم نضيف مع الشوربه. عفوا يعني سن. واول ما تبدي يعني ايش راح تخلي؟ سهل الزبد. الزبد وبعدها. مجرد لبن ما تموع الزبده. ايه الزبده. اذا يكون الزبده ذيبي يكون افضل يعني. يعني مثل الزيت هم ينتظروها شويه تحمل او ما شرط. نضيف كوب من الماء.
ونصف كوب من الحليب. كوب ماي ونصف كوب حليب. من الحليب. يعني لازم تغلي شوية؟ إيه شوية تغلي. يعني هو الكمية اللي راح تخليها من الدجاج أشقد؟ الدجاج والفطر حسب الرغبة. هم حسب يعني. حسب. والتوابل إيش راح تخليها؟ التوابل ال. ملح يعني أكيد تمام. نستعين عن الماجي. ماجي وملح وقليل من الفلفل الاسود. اللي هم يغيد حادي هم يضيف شويه فلفل اسود. لا هاي ما تصير حادي بالكريم يعني اللي هي بالزبد ما دام تخبيها بيها زبد وحليب. يعني اذا بيها زبد ما يصير. اي زبد وحليب ما يكون بيها سباسة. كل ما اذا تفطر الا لازم يكون نوع من الشوربه موجود على المائده. اي. فشيء اكيد لازم تكون شوربه. ثوب النشا. نشا تخلي له هسه هذا الوقت. شوية بس تغلي حتى ثوب النشا. ملعقة من النشا. ونشا يعني من نخلي. يعني حتى تثخن شوية. ايه تنطى شوية ثخن. و للمعلومة يعني النشا دائما يكون اكو نوعيات. ف يعني نوعيات من النشا. نوعيات اكو يكمل يعني يكون هسه احنا خلينا معلقه ونص نصف. امرار يكون معلقه امرار اثنين يعني ما شرط حسب نوعيه النشا اللي تكون يعني اللي يكون مليح يعني يكون ثخين ثخين شويه. اي يعني ممكن ودن. ممكن ما ثخنت يعني خليه نصف معلقه ونكملها. هو يعني وجود النشا بهذا الطبق انه بس مجرد انه يثخن ان شاء الله. مع التحريك المستمر يعني من يخلون النشا لازم يظلون يخلطوها من بنخور لحد ما يكون القوام ماله جيد. سخنته هسه نقوم نوضع الدجاج. من الدجاج حسب الرغبة. اللي يريد يعني كمية أكبر يخلي عليه من الفطر. نضع التوابل اللي قلنا عليها. ثلاثة إلى أربع رشات من من الماجي. هاي الفلفل الاسود. فلفل اسود رشتين بس خليت. يكون هذا قوامها. يعني بهذا الشكل يعني راح يكون الحمالتين. هذا هو هذا الشكل. طعم البارز بيه راح يكون يعني طعم الدجاج لو الفطر اشهر. بيه راح يكون يعني انواع نوع من الفطر. نعم مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونكمل معكم فكونوا معنا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا الفاصل لنكمل اطباقنا لهذا اليوم. شيف اهلا لنا بعد. باقي الى المقبلات. زلطة بيروتية. ايش تحتاج هاي الزلطة المقادير تقريبا الاشياء اللي راح تخليها بها؟ شوية من الخيار زلطة شو نقول شبه الشرقية اللي هي البيروتية الخيار والبصل والفلفلة طماطة نضيف لها
يعني الحمص المسلوق حمص المسلوق طريقة تقطيع يعني هالشكل مثلثات ما مثلثات نعمي وسط هاي تكون احتاجت يعني حبتين من الخيار بعد حبتين طماطم حبة واحدة من البصل حبة فليفلة يعني هي مقاربة للزلطة العادية يعني اللي بتعملوها بس يحطوا له حمص حمص ونضيف له التوابل يكون هو الكمون كمون وزيت الزيتون والملح وقليل من دبس العفو قليل من الكاتشب تمام يعني طريقة التقطيع عادي همينة يعني تكون يغلوها نعمي لو إلا بهذا الشكل مو هي شو نميز زلطة عن زلطة يعني واحدة عن نقل التقطيع يكون شكل البصل هذا الشكل كلش كافي طبعا احنا ذكرنا حبه من البصل لكن هاي الحبه كبيره عندنا استخدمنا نصف حبه تمام نص حبه من البصل يكون تكفي يعني باعتبار حبه بصل صغيره الحبه الوسط تمام هم بنفس هذا الشكل تقريبا مال الخيار نفس الشكل يعني اللي ما يحب الطماطم يخلي شويه كميه اقل هذا الطبق لو لازم تكون حبايتين طماطم موجوده بيهم لا لا هي كلها حسب الرغبه لكن هي زلطه اذا ما يدخل بها طماطم ما تكون زلطه مو تخلي له زيت الزيتون ولا الزيت العادي؟ إذا أكو زيت الزيتون ممكن أو زيت العادي هم. يعني اثنيناتهم يسلمون إذا يكون الأفضل زيت الزيتون. لا. الزلطات تختلف يعني نوع من الآخر بالتتبيلة بالصوص الموجود يعني اكو انواع كثيره من الزلطات بس يعني مثل ما ذكرت انه بالشكل بالمقادير الصوص الموجود الصوص الموجود بال يختلف نوعا ما يعني كل زلطه عن اخرى تختلف بالصوص مالها بالبهار اللي يكون موجود بيها اللي ما يحب الفليفله شلون؟ ما يطيق يخليها؟ لا 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 اختيار حتى اللي ما يحب الفليفلتك يخلي كمية شوية قليلة حتى يكون الطعم كله مشابه يعني مشابه. الطبق اللي نحن بدنا نعمله صحيح صحيح تمام التوابل تخلينا التوابل كملناها رشيت من الملح الزيت همين رشيت من الملح حسب يعني الملح حسب الرغبة دي تحتاج تدخل الزيت هذا الزيت كميات ما منطق اقول لكم يعني لازم تخلون بشكل حسب يعني اللي يريد يخلي الزيت اكثر او اقل كمون
انه هذا الطبق مميز انه الكمون موجود معانا. كمون كاتشب راح يكون حسب رغبة اللي غادي ما يضيف يعني عادي لون لا يكون يعني الكمية حسب اللون الرغبة. بقيها للتزيين شيف. هاي ما الزلطة اللي يخلوها بالمطاعم دائما؟ اغلب المطاعم يخلون هذه سلطات. الزلطات كلها بالمطاعم موجوده صحيح. البيروتيه والسلطه الفول هسه يعني عمركم انتبهتوا انه بالمطاعم موجوده هاي الزلطات؟ صحيح. يعني حتى المقادير مالتها بسيطه يعني تتوفر بكل بيت انه يخلون موجوده بكل بيت يعني خيار طماطه بصل فلفل والحمص موجود. هسه تكون كملت جاهزه. شو يكون طريقه التقديم مالها؟ طبعا مشاهدينا الكرام ننوه على انه ضيفه حلقتنا لهذا اليوم هي التدريسيه الاكاديميه بان محمد شكيب، طبعا اختصاص موسيقى آلة البيانو، فلازم نكمل تجهيزات الفطور لهذا اليوم. ان شاء الله حضرة تصدق. ان شاء الله. بس ليش زين هذا الطبق؟ يعني حسب الاشياء الموجوده بالبيت يزينوها ما شرط يعني. هذا الطبق الأول. الطبق الأول، الطبق الثاني اللي شفنا قوام الشوربة شلون صارت. عساء الدجاج طبعا لازم يكون بهذا الشكل يعني. من يكون بهذا الشكل معناها أنه يكون استوى. لان هو الدجاج الخليناه هو مسلوق كان تمام؟ ايه مسلوق جاهز. والفطر ايضا كامل مستوي. يعني هذا الشربة زينة بالبقدونس؟ ايه رشة واحدة بس. هذا التزيين يكون يعني هذا الطبق سهل يعني ساعة يصير لأن الدجاج كان مستوي. صحيح صحيح كان مستوي. عندنا الطبق الرئيسي اللي هو الطاجن فاكهة اللحم. حتى مبين طيب يعني هاي الفقرة قبل الإفطار هذا أصعب وقت يكون إفطار رمضان. رايح الأكل تطلع. بالليمون يعني راح تزين؟ اي ليمون. يعني بس ليمون ما اضيف له غير شيء. خليك كشكل. وفس. اللمسة الأخيرة.
نعم اخيرا شيف نتذكر المقادير. المقادير عندنا طاجن اللحم يتكون من اللحوم المشكله هي البيض، الغنم، التلاوي مال الغنم، المعلق، حبل الظهر اللحم، والشوربه شوربه حساء الدجاج يتكون من الدجاج والفطر والحليب والزبد والنشا كامل يكون، والسلطه البيروتيه تتكون من البصل والخيار والطماطه والفلفل الاخضر. تمام. باضافه الحمص عليها. تمام، طبعا شكرا جزيلا لك، يعني دائما اطباقك تكون مميزه فتعبناك لهذا اليوم، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. طبعا مشاهدينا الكرام يعني حان موعد الافطار، لازم نستقبل هسه ضيفتنا اللي هي التدريسيه الاكاديميه بانا محمد شكيب اختصاص موسيقى اله البيانو، فكونوا معنا. الله يخليكم، تسلموا يا رب، ان شاء الله هذا شهر خير وبركه وعطاء على الجميع، وان شاء الله الفرج لكل من مكروب ولكل من فقد عزيز، ان شاء الله تكون الى خاتمه الاحزان، وان شاء الله القادم افضل باذن الله تعالى. ان شاء الله. ست بان بالبدايه نحب نتكلم عن شهر رمضان، انت كمعلوماتك عن شهر رمضان من الطفوله لحد الان، ايش تعرفي عن شهر رمضان؟ شهر رمضان كما نعرفه وسلفناه من أجدادنا أنه هو شهر خير وبركة، ويتهيئون إلى أقل شيء قبل شهر أو شهرين نشوف أم البيت تقوم تجمع يعني بالأشياء اللي ممكن أهل البيت يحبها، وخصوصا المواد الأساسية اللي هي التمور، العدس، اللحوم، يعني إحنا تجهيزات رمضانية. إحنا بطبعنا يعني أهل الموصل أنه نحب ندخر قليل حتى تحسبا للايام الجايه. تمام. فاكيد يعني هاي الاشياء الحلوه انه رمضان هو يجمع الاحبه ويجمع طبعا الجميع. هو رمضان لما للجميع، وهي وما يحلى رمضان اذا ما تكون بلمه، اذا ما تكون بالعائله كلها ملتمه على الخير والبركه ايا كان نوع الطعام. تمام. لكنه ما يحلو الا بالجمعه الحلوه والنيه الصافيه والاجواء واللي تجمعنا باذان الله اكبر. تمام، اكو العاب كثيره تستهر بها شهر رمضان، انه استعرض هذه الالعاب ذكريات لحد الان. نعم، الالعاب اللي نتذكرها اللي هي المحلات الشعبيه، واللي هي اعتقد المحابس، لان دائما ما بعد اذان العشاء صلاه التراويح نشوف الليل طويل. تمام. نشوف يعني ابو البيت يفضل انه يعوف يعني ابنائه وهذه بالبيت لانشغالاتهم بالترتيب والتحضيرات لثاني يوم، او حلويات ما بعد اذان العشاء والتراويح، هو مثلا يطلع كد يقعد بالكازينو، او مثلا يلعب هاي الالعاب اللي هي المحابس. انا اكثر شيء اعرفها يعني يشتهر بين شهر رمضان هو المحابس اي والجلسات الرمضانيه يعني ما بعد صلاه التراويح. تمام، والتحضيرات يعني انت كتحضيراتك يعني من طفولك كنت تحضرين وتساعدين لو شلون كنت قبل؟ اي انا قبل كنت انشط من هسه يعني واحد حقيقه، والنجاة في الصدق، يعني كنت اقل ابسط التفاصيل واصعبها اني كنت اساعد يعني والدتي تحت ايدها، مثلا جيبي كذا جيبي كذا، احضر المحلبي، احضر الكاستر، احضر السفره، نشيل نحط، فتكون لها لذة خاصة يعني شهر رمضان بلذة خاصة، انه العطش ما كنا لحثة الى الفطور، لكن بنفس الوقت احنا دنحضر اشهل المأكولات، وهذا هو قمة الاختبار، قمة الامتحان ان في صبرنا وحلاوة الاحساس بتعب، انه راح تعب النهار كله بمجرد ما ان نفطر ونذكر الكلمات اللي خاصة اللي نذكرها قبل الفطور. تمام، يعني هسه حان موعد الفطار، نبدأ بدعاء الفطار. إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت وإليك توكلت ولصومي غد نويت، إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. شكرا. مقبول ان شاء الله. شكرا جزيلا، وطبعا نشكر الشيف على هالمائده الحلوه. دائما
فعلا يعني هو التحضير يقول لك الآن تاكل، فانت لو شفتي الاكل مرتب بطريقه حلوه يعني انت راح تضطرين يعني تشتهين تاكلين كشكل اول كشكل يعني لازم يكون يعني نعم لازم الاشياء اي نعم لازم تكون. انت بشهر رمضان يعني اكثر اكلك انت تشتهرين بها انه تعمليها بشهر رمضان اي ما كانت يعني ما عدا الدولمه وهاي الاشياء اللي دائما تكون غريبه ومشتهره بها؟ التحضيرات هي اكثرها المقبلات مقبلات والنواشف والبورق يعني هاي اكثر شيء يعني نرغب لها على اعتبار يعني انه ما نشتهي يعني اكلات ثقيله يعني اكثر شيء الماء يعني المي السوائل الشوربه طبعا وجبه رئيسيه اللي هي شوربه العدس تمام وهي الاشياء النواشف البورق البرياني واحنا غنيين عن التعريف احنا اهل الموصل معروفين بالعداله والاكل الطيب شكرا جزيلا يعني كأكلات يعني قبل يعني كانت أمي يعني ما تطبخ الأكلات بشهر رمضان وأنت كنتي صايمة فأكيد هاي الطفل يكون يشتهي الأكل أو شيء أي يأكل طبعاً لقمة واحدة بلا ما يعرفون الأكل صايرة بي هواية ومرات يعني أقول للماما ماما أخاف شلون أخاف حرام هاي قالت لي لا ما طول أنت ما تعرفين لا هذه بالعكس الله منحكي هذه يعني انه هديه من رب العالمين انه اي يعني انه فعلا الجسم بحاجه الى هذا النوع من اللقمه بحاجه الى هذا النوع من رشفه الماء او الشربت او اي شيء يعني وهاي ايه؟ يعني كنا نسيتي بس اما ايه؟ من التعمد يعني بلا ما يعرفون الاهل بالطفوله الا تصير هاي الاشياء بلا ما يعرفون الاهل تفتغين وهاي الاشياء ذكرتيني بحادثه اختي الصغيره كان عمرها سنتين واني كان عمري 16 سنه فقالت لي بان بالله ما تطعمين نعام طعميها نعام واني ما صدقت قلت لها ايه ماما هسه طعمها حبيبتي اختي نعام وهاي فقعدت اطعمها لقمتين اني وهي لقمه يعني واكل يعني يعرفون انك فطرتي لا 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 يعني كنت جوعانه وفعلا اشتهيت يعني انه اكل فلقمتين انا لقمه هي لقمتين انا لقمه هي ما تقول لي بان اشع صوتك متغير اكل الواحد يبين فعلا صايره بي اي صايره بي هاي بلا ما يعرفون الاهل يعني هاي دائما زين ما كنت كبسكي احد انه كنت فطرتي لا 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 يعني هاي قليل انا نادرا ما افطر بس ما اعرف انا ذاك اليوم يعني ما اعرف عجبني البيض المقلي لان هي تحب البيض المقلي واشتهيت يعني انه اكل بس حسني مره يعني تصير عافيه اي ولا الحمد لله يعني احنا من عائله متدينه ملتزمين اعتيادي بقراءه القران في كل شيء يعني اهلنا ربونا دائما يكون لها شكل يعني بهذا نعم. العمر يعني أي. دائما لنا تصير معانا هاي الاشياء طبعا نعم طبعا نتذكر بعض المواضيع عن قبل يعني كانوا امهاتنا قبل شربت يعملونه بالبيت يعني ما كانوا يشتغلوا من المحلات مثل ما هسه حاليا فعلا وجد هاي الاشياء انت ايش تتذكرين عن هذا الموضوع؟ اتذكر والدتي طبعا احنا اللولب الاول والاخير انه هو الوالده يعني هي اللي تجمعنا وهي اللي تجمعنا على مائده الافطار فكان كل شيء بيدها يعني هي فكانت تصنع شربه الزبيب وكان نشتري زبيب من هذا اليابس الأسود ومعاه صبغة وأيضاً النعناع جاهز يعني بحيث تصفيه في كيس من الخام وتحط الزبيب تحطه ويصفى يصفى وبعدين تخلي له هاي التحلية النعناع والتمر هند ايضا كانت تغليه وكانت تحضره وتعصره بيده يعني ما كنا نشتري شيء حتى السوس يعني ايه رغم انه هو طبعا رغم انه هو متعب يعني هذا الشيء متعب لكن احنا كنا نجد بيه لذه من انه شيء من مقتنيات البيت من مدخرات البيت انه احنا نصنعه ونقدمه للعائله شيء حلو يعني انه بالبيت كنا نتساعد وكنت تعبوا بينه ويكون يعني ايه طبعا اطيب يعني من طبعا اللي ايه والله طبعا طبعا يعني الفقر الاساس يعني هي احلى شيء بشهر رمضان انه هي الافطار نعم الاهل ينجمعون كلتهم على مائده الافطار اكيد تذكرين من هذا الموضوع اعتيادي احنا ما كنا نتجرأ نقعد على الميز ما لم يكون كبير العائله يحضر يحضر ويأذن لنا يعني انه احنا ناكل يلا نبلش بالاكل اذا ما يكون يعني احنا وحد يعني والدتنا مسويت لنا مائده وحد فكان الكبير الى مقام الى حضور الى مكانه انا اتمنى هاي الحاله ترجع هسه بسبب انشغالات الاب وانشغالات الام وبسبب هذا العالم الكوني الذي يصير والعالم الافتراضي خلى العائله العراقيه في شتات
يعني أنا أقول مرات يا ريت لو يتجمعون بصفة حقيقية أو بواقع حقيقي ولو بهذه المناسبات. يعني اللي هي اللمة، القعدة الحلوة، تناول أي. فالواقع الزمن هو تغير، بس أكو من اللي حافظ يعني على الأصوليات، أكو تشتتوا يعني خلاص ضاع. نعم. ستبان أخيرا أنت أمنيتك لمدينة الموصل بهذا الشهر الفضيل. موصل حبيبتي وأهلها أحبائي، من دواعي سروري أنه أتمنى للموصل أنه تكون هذه هي آخر نكبات لأهل الموصل. تعبنا، لن ما نتحمل بعد أنه نشوف أي أحد من أهالينا أو من أهل الموصل سواء كانوا بالساحل الأيمن أو الأيسر بعد يعانون. تعبنا من الدمار، تعبنا من هالحالات هاي اللي تصير، وآخرها هاي الفاجعة اللي صارت العبارة، اللي صار إلها يعني ننهض ونصبح وننام وننهض ونصبح يعني بيهم. صدمة، شيء ما متوقع، صدمة ما متوقع ولحد الآن عالقة في أذهاننا. يعني نصور نقول معقولة أكو بعد جثث يعني داخل الماء؟ معقولة هالأطفال اللي تيتموا؟ ومعقولة هالعوائل اللي فقدت أهلها؟ فأني قدمت أنا من باب اختصاصي يعني أقل شيء ممكن أقدمه لأهلي بالموصل، أنه ألفت ما يعني مقطوعة موسيقية لهم. ومشكور طبعا استوديو عشتار، الأستاذ محمد هو اللي رتب لي ونسق لي الشرائح، أخذناها يعني من حادثة العبارة شرائح صور، وهي مقطوعة من تأليفي وعزفي، وراح نقدمها إن شاء الله عن قريب بالاحتفالات إن شاء الله. الأمن. شكرا جزيلا على تواجدك في برنامجنا. الله يخليكم، الله يسلمكم، تسلموا لي عيني. شكرا جزيلا لك. هلا عيني. نعم مشاهدينا الكرام، إلى هنا تكون قد انتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الموصل يا جماعتنا. انتظرونا في حلقات قادمة. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.